حرب شاملة محتملة تتوجس منها المنطقة بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الهجوم الصاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وأودى باثني عشر قتيلا فيما أصيب العشرات. لعب بالنار، هكذا وصف مراقبون ما حدث بالأمس. توالت التصريحات الإسرائيلية المهددة برد حاسم وواسع على حزب الله الذي نفى نفيا قاطعا صلته بالحادث وألقى بالمسؤولية على إسرائيل. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين في إدارة بايدن شعورهم بالقلق البالغ من أن يؤدي الهجوم إلى حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، الأمر الذي تحاول الإدارة تجنبه منذ عشرة أشهر. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين شدد على أنه لا يريد رؤية تصعيد الصراع وتمدده في المنطقة، محذرا إسرائيل ولبنان من خطر أي مواجهة على أبناء البلدين. دول كثيرة حذرت من تداعيات هجوم الجولان وحثت على ضبط النفس والسعي لتجنب حرب إقليمية كبرى، كما جرى على لسان وزير خارجية النرويج وسط تنديد أمريكي وأوروبي ودعوات لتجنب المزيد من التصعيد. وردا على التهديدات الإسرائيلية، حذرت إيران إسرائيل من أي مغامرات عسكرية في لبنان وما قد تقود إليه من تداعيات غير متوقعة حسب وصف متحدث خارجية طهران. كذلك كان موقف الحكومة اللبنانية التي طلبت من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس، واستلمت منها رسالة طلبت من حزب الله التحلي أيضا بضبط النفس درءا للتصعيد. وبينما تستمر النقاشات داخل حكومة نتنياهو لبحث سياسة الرد العسكري على حزب الله، يمر الأخير بحالة استنفار شديد، وقد بدأ بإخلاء بعض المراكز المهمة جنوب لبنان والبقاع استعدادا لأي سيناريو عسكري. قنبلة موقوتة تهدد المنطقة برمتها، والأطراف الدولية تدرك أكثر من أي وقت مضى أنه ما لم توقف إسرائيل عدوانها على غزة فإن تلك القنبلة معرضة للانفجار، وذلك خطر لا يمتلك المجتمع الدولي القدرة على مواجهته.